يزور بروكسل حاليا وفد من مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدة الإنسانية برئاسة معالي الدكتور عبد الله الربيعة، حيث يلتقي الوفد كبار المسؤولين في مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي. تهدف الزيارة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة منذ إنشاء المركز ومناقشة الجوانب المختلفة للمساعدات الإنسانية وسبل التغلب على معوقات إيصال المساعدات الإنسانية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل من داخل البرلمان الأوروبي مراسلنا سلامة عبد الله ليطلعنا بطبيعة الحال على كل هذه التفاصيل وأكثر. تفضل سلامة، صباح الخير. سلامة، من أصل 5 يمنيين هناك 4 يحتاجون إلى مساعدات إغاثية عاجلة، 14 مليون يواجهون أكبر أزمة إنسانية في العالم، وهؤلاء إما في ساحات المعارك أو خلف ساحات المعارك ويحتاجون لهذه المساعدات. إدخال هذه المساعدات تحدي كبير يحتاج إلى تنسيق عابر للقارات، ولفهم هذه الآلية من المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة. شكرا دكتور على قبول الحوار. هناك تحديات كثيرة، ولكن حينما تضعون على الطاولة هذه التحديات بالترتيب، هل جمع المساعدات هو التحدي الأبرز أم طريقة إدخال المساعدات هو التحدي الأول؟ أهلا بك أخ سلامة وبمشاهدي الغد. بلا شك أن التحدي الأكبر في العمل الإنساني في اليمن هو إدخال المساعدات، وخصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. هنالك انتهاكات كبيرة جدا، رصدنا أكثر من 88 انتهاك بحق العمل الإنساني. منظمات الأمم المتحدة رصدت انتهاكات جسيمة وصلت إلى 30% من حجم المساعدات من قبل الميليشيات الحوثية، ولذلك يجب أن نعمل سويا مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الانتهاكات وإعطاء الشعب اليمني أبسط حقوقه، وهو الاحتياج الإنساني الذي كانت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول الداعمة للعمل الإنساني في اليمن. قبل فترة قصيرة اجتمع سفراء فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، ألمانيا في طهران مع وفد من الحوثيين. خلال هذه الاجتماعات مع المؤسسات الأوروبية، هل ينقلون لكم مثلا ما يدور حول الجهود المبذولة لإدخال المساعدات؟ يعني بمعنى أن هناك قناة حوار غير مباشرة بينكم وبين الحوثيين؟ للأسف كل الحوارات مع الحوثي انتهت بالفشل. الميليشيات الحوثية تأتي للاجتماعات والحوار لتتفق على ألا تتفق، ولذلك للأسف لا تزال الميليشيات الحوثية تنتهك العمل الإنساني. وأنا أعتقد بعد هذه اللقاءات رأينا هنالك تجاوز جسيم، ليس في حق اليمن وليس في حق المملكة العربية السعودية، وإنما الاقتصاد العالمي، حيث جاء هنالك هجوم غير مبرر على منابع النفط السعودية من قبل مؤشرات كأنها تصب في إيران. لذلك يجب على المجتمع الدولي، ليس فقط هذه الدول الثلاث، المجتمع الدولي التصدي للتجاوزات التي تخترق السلم والأمن والسلام في المنطقة، وكذلك السعي الجاد لإيجاد حل سياسي ضمن المرجعيات الثلاث في اليمن لكي يصل العمل الإنساني لكل مناطق اليمن بلا استثناء بكل سهولة ويسر، ويعود الشعب اليمني للأمن والاستقرار. ما الذي يمكن أن يخشاه الحوثيون من إدخال المساعدات الإنسانية؟ لماذا يمكن أن تتحول هذه المساعدات لأدوات ضغط خلال هذه المعركة أو خلال هذا الصراع؟ أخ سلامة، كل المؤشرات تؤكد أن المجاعة استخدمت كوسيلة ضغط سياسي. ما قام به برنامج الغذاء العالمي من رصد لسرقة ما يقارب من 30% من الغذاء الذي ينفذ من خلال هذا البرنامج، واستخدام المبالغ لتمويل أداة الحرب، خير دليل وخير مؤشر أن الميليشيات تستفيد من الوضع الإنساني لورقة سياسية رابحة. دكتور عبد الله، شكرا جزيلا لك، واسمح لي نرجع لزملائنا في القاهرة لإكمال
النشرة الإخبارية. شكرا جزيلا زميلنا من بروكسل من داخل البرلمان الأوروبي سلامة عطلة، والشكر موصول طبعا للدكتور عبد الله الربيعة.